Faute de frappe. Faute de frappe. أيوة. أهلا وسهلا منورين الحاضرين والمستمعين والمتفرجين. خلينا نبدأ واضحين ونبسطوا الأمور لو ماكسيموم بوسيبل، خاطر في الإعلام يا خليفة يا خويا في بعض المنابر الإعلامية سمعت وجه تشبيه هكاية ما بين حاجة تصير توا وحاجة في التاريخ بالرسمي، شيء بعيد على بعضه ما نعرفش علاش، كما حكيت قبل نعرفش علاش برشا عباش قاعدين يعملوا في راديوات. عام 1959 بعد انتصار الثورة في كوبا بقيادة فيدل كاسترو وتشي جيفارا، التشي جيفارا أرجنتيني راهو مولود في روزاريو، معناها عام 28 ماهوش كوبيا ما أوكاز ضم معهم من غير ما نفصلوا في القصة. هافانا كان ضد الولايات المتحدة، صحيتي صحيتي مرة بطبيعة. أيوة. هافانا اليسار وكذا وأمريكا رأس المال واحد، ما مستحيل معناها خط الممتازين بالرسم يذوم. عاد ما يخفيش عليكم واشنطن فرضت قوبات وعقوبات وحصار على كوبا وبدأوا محاولة إسقاط النظام غاديكا. عام 61 الأمريكان عملوا خطة لاجتياح كوبا، 1400 هبطوا في خليج الخنازير، بلاصة ذي منش نقصدوا في حاجة أخرى، فمني جنوب كوبا، جنوب كوبا، والخطة تحت في الماء ما قدروا على شيء. خطة طلعت كوبا، والله طلعت كوبا ما حكاية هذا فشوش. وقتها الاتحاد السوفيتي، ما هما في صحفة العسل هذا ما جوش وكذا، الاتحاد السوفيتي نشر صواريخ نووية على طول كوبا مقابلين الأمريكا على بعد 150 كيلومتر، تنجموا تشوفوا في التصوير التهديد اللي كان عليهم. فما فاقوا بهم الأمريكان، كان عام 62 وقتها كينيدي رئيس والحرب الباردة اللي ماهيش باردة جملة، وروسيا وأمريكا وقتها يتهدوا على بعضهم. تشبه شوية هكاية الوقتنا توا، انك تقول مش تقوم حرب ما قامتش حرب واحد، ذيك وجه الشبه الوحيد. وفي المسلسل هذايا وفاء ان السوفيات نحاو الصواريخ نتاعهم والامريكان تعهدوا باش ما يحتلوش كوبا، واليوم كوبا من كوبا هيك 76% من اللي يخدموا هاكم في القطاع العام وهيك هيك. المهم فما شبه كبير بين أزمة الصواريخ متاع كوبا واللي صاير اليوم في أوكرانيا، معناها وبين الحرب العالمية. ساعات تبدأوا تركبوا في حاجات ما يركبوش. تحب تصنع شبه أنت حر، وأصلا وضعنا في تونس ما عادش يخلي العبد ينجم يعاند أي حد في حتى شيء. ناس كل صحاح وناس كل، واللي يقول لك معلومة كله هذاك هو زايد ساعات زايد ساعات لعنات زايد. الغنوشي أثبت لعالم أجمع أنه علامة، الغنوشي حكيم ونقول على ديني، الغنوشي حكيم ونقول على ديني، اللي يسب خلي يسب. ده من ناحية السبان تهن، فما كان ذاك تاو أنا ذي عديتها تتشوف العباد هاي كامل كامل حكي لي على الغنوشي. الغنوشي كاتب، الغنوشي كاتب عشرات الكتب، ما يقارب 18 كتاب ويخدم بها أردوغان. اليوم الناس تسب في تركيا في الدولة العثمانية وهما يمشوا يصيفوا في تركيا، تركيا تخدم بأفكار الغنوشي. معناه الغنوشي كتب كتب وخدم بهم تركيا، هو بخل باش يخدم بهم الغنوشي. والله ما نحبش نعاند حتى حد، معناه ولا تراك يخدموا بكل شيء يا خويا. هو أردوغان كما قراش 18 كتاب تاع الغنوشي توا راه يرش في الفستق ويعمل فك البقلاوة ولا يصرف في الليرة في جولهاني ولا الله أعلم وين. هي كمل احكي لي مدام على تركيا. ليسب خلي سب، تركيا تخدم بأفكار الغنوشي. تركيا متبع مع إسرائيل؟ ما نعرفش نعاد متبع مش متبع أمور. اه خويا اش دخلنا نحن امورهم يطبوا ولا نعرفش عليهم شنو عملوا. المهم الناس كل صحاح، ما تنجمش تعاند حتى حد في حتى شيء، ما وحد ما يستعرف بغلط. اه لا لا هذا انا غلط فيه، هاني نستعرف ريت كيفاه. شكر بوعجيله، قلت شكر لابسيوس لابسيوس حبيب بوعجيله مثلا استعرف على الاقل. اي بشنو استعرف؟ نعترف لك يا شعبنا العظيم اننا ربما لم نحسن إدارة انتقال ديمقراطي وثورة، لم نحسن فيها استثمار تعاطفك معها. يا اخي حبيب وعجيلة باش قاعد يستعرف؟ وعلاش يحكي على إدارة الانتقال الديمقراطي؟ اش دخلك؟ علاش تستعرف بحاجة خطيتك؟ معناها عبارة نحن وزير الرياضة استعرف بالفشل متاعه كي تونس خرج من الكوب دافري. اه ليه عنده بها علاقة هذي اما تي؟ المهم ما عادش تعرفوا بحاجات ما عملتوهمش ما عندكمش بهم علاقه وكهو هكا ولا يا خليفه؟ الله اعلم الله اعلم. ديما شادجارد زينيز